يا صباح الورد والفل، قد ايه سعرات حرارية محتاج افقدها علشان اخس كيلو دهون؟ طيب مبدئيا عشان نبقى فاهمين وعارفين كويس قوي ان اي حد فينا عايز يخس في الوزن، يقل على الميزان، لازم يقلل من سعراته الحرارية اليومية ايا كان نظامه 500 سعر حراري على الاقل. هنضيف بقى ال 500 سعر حراري دول، هنبتدي نحطهم جنب بعض في السبع ايام تبقى 3500 كالوري. ال 3500 كالوري دول نص كيلو دهون، يعني أنا علشان أخس كيلو دهون كامل لازم على مدار الأسبوع في الأسبوع، يعني أخس كيلو دهون في الأسبوع، لازم على مدار الأسبوع أخس من 7000 ل 7500 سعر حراري أفقدهم علشان أوصل للكيلو دهون. كيلو دهون ده مش لازم يبقى كيلو على الميزان، لان انا لو خسرت كيلو دهون وانا بتمرن كويس باوزان تقيله وطلعت قدامهم 400 500 جرام عضلات، فهيبقى التوتال 500 جرام خسسان على الميزان، بس شكل جسمي هيختلف تماما. الحكايه كلها محتاجه حسابات ونسبه وتناسب. احنا اتفقنا قبل كده كتير جدا في فيديوهاتي كلها اني بقول ان الرقم اللي على الميزان ده مجرد رقم احنا مش عايزين نبص له. بص لنفسك، فقدت قد ايه دهون، زدت قد ايه عضلات، قياساتك بالمزوره عامله ازاي، هو ده المهم وهو ده اللي هيوصلك للشكل اللي انت بتدور عليه، مش الرقم خالص اللي على الميزان. سلام.